رب رفعت لك ايدي في صلاه مغرب يا رب، يا رب عليك ببارتيمو وعليك بفالفيردي وعليك كلوكي 60 وعليك بينهم جميع، يا رب تعبنا منهم والله تعبنا منهم. جايبين مدرب عنده دي ان ايه بتاع برشلونه، وسبحان الله مقتنع ان راكيتيتش ينفع يلعب ديفندر. والله العظيم ثلاثه تعبنا، تعبنا والله، وتعبنا كمان من امتيتي وتعبنا من بيكيه. حرام حتى تير شتيجن بقى بيخرف في الشوط الاول. يا رب السنه دي تعدي على خير قبل ما كلنا جيلنا جلطه ونموت في ام اللي بيحصل ده. يا رب استر معانا. كان اسهل حاجه ان الواحد يطلع يقول ان برشلونه فريق مثالي وان برشلونه احسن فريق في الكوكب، وماشي شويه ظروف هي اللي مخليه الفرقه فيها مشاكل. كنت هتقول الواد ده عالمي والواد ده برنس التحليل والواد ده فاهم ان كيكي 60 بيطور المنظومه والكلام الحلو اللي انت بتحب تسمعه، بس الحقيقه لا، الفريق خريان والفريق فيه مشاكل كتير، وكيكي 60 اساسا اللي ظلمه واللي حطه على دكه لفريق زي برشلونه، والفريق ما عندهاش بدلاء والفرقه بتعتمد على ميسي. ولو انت من عشاق ميسي هتشوف ان برشلونه احسن فرقه في الكوكب، بس لو انت من عشاق برشلونه كتيم هتشوف ان الفريق ده واحد من اسوأ المنظومات اللي تواجدت على وجه كوكب الارض كله. كنا مستنيين والله، كنا مستنيين فعلا ان احنا هنخسر الدوري، بس هنخسر الدوري امتى؟ قدام اتلتيكو مدريد مش قدام سالتا فيجو. يا جماعه التكوين بتاعكم ماشي ازاي؟ يعني نخسر الدوري قدام اتلتيكو مدريد قشطه بيس، ما عنديش مشكله، خسران دوري قدام فرقه كبيره ومطلع ليفربول من الدوري هبقى عندي كلام محترم ان انا اطلع اقوله، انما اخسر دوري قدام سالتا فيجو ب2-2 وكمان دور الراجل المحترم ابن الحلال اللي كان عايز يشوط الكوره في نص الجون ويقول تير شتيجن كفايه علينا تعادل بس، لا 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 كده كتير بصراحه. وهطلع بعد الماتش لان انت بتقول لك ايه، هو انطوان جريزمان فين وجريزمان ما خدش فرصه ليه؟ يا ابني جريزمان حتى لو بياخد فرصه بياخد فرصه في الاربعه 3-3 بياخد ناحيه الشمال، ناحيه الشمال النهارده شاف ان اخيرا انسو فاتي ويكي بوياك فعلا ناس تشتغل تشيل الفرقه السنين الجايه وتشتغل تشيل الفرقه الماتش ده تحديدا. فقال لك ايه بقى؟ راكيتيتش ديفندر، اوسخ فكره عملها روسو فالفيردي من ضمن افكار وسخه كتير كان بيفكر فيها، حط لي راكيتيتش ديفندر خلاص. اي كره عدت نص الملعب حرفيا راكيتيتش بيقف غلط، متمركز غلط، بتتبص من ورا ما بيرجعش، خلاص الموضوع صعب زي الجون الاول. روح شوف راكيتيتش كان واقف فين. هتقول لي لا الواد راكيتيتش ده هو اللي لعب فيه، وما لسه جايب لك جون الماتش اللي فات وكنت بتقول عليه ان هو واحد من اللعيبه العباقره وكان، واكتشفت النهارده ان انت عندك مشاكل في نص الملعب هي وان ارتور فيدال وحش. تستخيل يا جدع سبحان الله يعني، وبتعتمد على لويس سواريز اللي انت بقالك شهرين كنت عمال سلخ اللي جايبينه ويقول لك ان لا احنا عايزين نجيب لوطارو. انت عمال كل يوم تكتشف ان الفرقه انت بتشيل واحد وحش تحط واحد اوحش. طب يعني استنينا ان سيميدو وانسو يشيلوا الفرقه، لا اثنين او ثلاث لعيب مش هيشيلوا منظومه كامله، منظومه فيها مشاكل كتيره قوي. يا راجل حتى لما قررنا نقعد كليمون لانجلي نزلنا اونتيتي اللي لسه مصمم ان احنا جايبينه من تراب وان هو خلاص التراب مدفون جواه وخلاص يا جماعه الراجل خلاص بطل كوره والراجل الموضوع بقى بالنسبه له صعب. بس لا بقى التحكيم هو اللي بيخلي ريال مدريد ياخد البطوله. يا ابني يا ابني ارحم يا ابني يا ابني احنا بنتفرج على فرقتنا واحنا عارفين ان الفرقه كحيانه والفرقه راميه كل حاجه على ميسي. يا ابني سيبنا في حالنا يا ابني، يا ابني والله العظيم ثلاثه اللي بيحصل فينا ده عدى مراحل الكفر، يعني عدينا بمدرب كفته زي فالفيردي وقلنا ما عندناش مشكله، انما تيجي عليا اللحظه اللي اقول ولا يوم من ايامك يا فالفيردي، ده معناه ان احنا في سواد يا حبيبي، ده معناه ان احنا في سواد وفي سراب وفي ايام ما يعلم بيها الا ربنا. انا قاعد على قدام الماتش بتفرج، جبنا الجون الاول قلت خلاص الحمد لله ربنا هيكرمنا بقى، يعني بيلعبوا قدامنا جيم مفتوح، فرقه بتنافس على الهبوط، عندها مشاكل كتير قوي، دفاعيا الناس زي الزفت، بس مع الاسف الشديد ما عندناش حد بيتحول هجوميا بسرعه. يا راجل ده ريكي بوياجي لما كان بيستلم الكوره كان بيبقى هيبوس على ايد اي حد يجري علشان خاطر يديله في مساحه، بس الحمد لله الكلام ده ما عندناش. ايه موضوع انك تجري في مساحه ده بتاع عالم فرافير، احنا بتوع التيكي تاكا، هنلعب من رجل الرجل. طب بعد ما لعبنا من رجل الرجل، لا احنا نقدر نلعب من رجل الرجل. يا جماعه يا جماعه الخير، بقالنا سنتين بنقول برشلونه تيكي تاكا اتنين ما يركبوش مع بعض، مش راكبه خالص. وسيبك بقى من اللي كان بيقول لك اصل ده بتاع جينات برشلونه، جينات ايه ده بتاع بقر، ده مدرب بتاع بقر اساسا، ده جبتوه غلط وضحكتوا علينا واشتغلتونا وقلتوا لنا الراجل ده زي الفل زي الفل. واحد كان جاي يمسك فرقه في دوري مصري اللي هو مش مصنف اساسا، وبعد كده في يوم وليله مسكناه برشلونه اللي هو صباح الفل، ده احنا كده عدينا كل المراحل وعادي. قال ان هو الراجل عنده جينات برشلونه اللي هي ما حدش عارف ايه هي، بس الراجل بيحب كره بيب جوارديولا، بيحب كره يوهان كرويف وهيظبط الدنيا. جبناه لعب ماتشين بطريقته وبخطته، وبعد كده هو فالفيردي كان بيعمل ايه بالظبط تماما. طيب بالنسبه بقى للغلطات الدفاعيه لسه زي ما هي 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 يا جماعه، طول ما
واحنا بنلعب كده بالاربعه 3-3 هنتشلوح. وكمان عايزين يجيبوا لنا نيمار السنه الجايه عشان خاطر المركز اللي احنا بنعاني منه الشمال نحط نيمار فيه ونقفل الثغره الهجوميه. طب بالنسبه للدفاعيه واللي في نص الملعب، لا احنا ما احنا متفقين ان احنا ببرشلونه بنهاجم، بس الدفاع ده حاجه مش من اولوياتنا خالص. طب دلوقتي بقى احنا هنقعد نعمل ايه بقى؟ يعني اهم حاجه بكره ان انا اقول التحكيم عايز يدي الدوري للريال، مع اني شايف ان فرقتي خريانه وحالتها من البستين ده، بس التحكيم عايز يدي الدوري للريال. طب احنا ضيعنا كام جون بعد ما جبنا الهدف الاول؟ التحكيم عايز يدي الدوري للريال. طب ضيعنا كام جون بعد ما دخل، بعد ما جبنا الجون الثاني بتاعنا؟ ما ضيعناش حاجه، احنا عمالين نستقبل لعبه بس، عمالين نستقبل لعبه بس. لولا ان اسباسكا الراجل ابن حلال وكان اناني كان ممكن يتعادلوا من بدري بدري الشوط الاول، ولولا كمان ان الراجل ابن الحلال المصفي اللي لسه بوسه والراجل اللي جات له كوره في الدقيقه 94 94 سالتا فيجو اخطر. ليه بقى؟ ما هو بيكي اكتشف ان هو ينفع يطلع يلعب فيرود، ما اللي هو انت عارف تدافع بروح امك عشان تطلع تهاجم، بس عادي عادي هعديها سنه وهتعدي ويعلم بقى الا ربنا. انا نفسي بس يعني الحاجه اللي احنا نفهمها ان احنا يا جماعه مش هنقيم برشلونه وميسي الاثنين مع بعض، لان ميسي في كوكب لوحده وبرشلونه في تحت الكوكب ده، احنا كفرقه فرقه ميته، انما كميسي احنا مستنيين نجيب الجون ال 700، مش مهم ناخد الدوري، المهم احنا مستنيين الهدف ال 700. والله اكبر على الظالم المفتري وبرتيمو وابيدالو والناس المحترمه اللي خسرتنا الدوري دي. خلاص احنا هنشتغل بعض، مبروك الدوري لريال مدريد. اه بما ان جنتلمان ما بطلبش منك انك تعمل لايك او سبسكرايب، مش تخسر حاجه. انا عملت لايك، ما كده كده خربانه، جت على اخوك اللي تعمل له لايك، اتفرجت على 90 دقيقه من هنا في النيله، جت على اخوك السبع دقايق دول هو اللي خلاص هيضيعوا كتير من حياتك.